ولا 10 15 واحد دي صغير. زي ما ال 30 جت هنا ممكن يجي قرش لا في الجالي بدوبر في الدفن في 20 دي ما بحلو يعني العم ده مش بيتجاوز 15 متر تمام الدفن بيجي القرش مش بيجي في نقطه بيجي في نقطه عميقه وبرد بيجي من اول 30 متر 35 متر الفنادير دي ممكن يجي فيها قرش ربنا يطمن. طب انا لو لقيته في وش اعمل ايه؟ مش هتلاقيه. لا مش هتلاقيه. سألت السؤال ده الواحد قبل كده قال لي تعامل معاه كأنه كلب بلدي. قلت له حاضر وسبته ومشي. اي كونتاكت. القرش استحالة هاجم كده. القرش اصلا مش بيهاجم غير في حالتين. الحالة الأولانية جعان ده مستبعد عشان تربع احمر. والحالة التانية ان هو خايف. مستبعد عشان الأكل كتير هنا يعني؟ والحالة التانية ان هو خايف. عشان دي مش بيتك دي بيته هو. طب هو خايف او هو في بيته؟ لا ايوه خايف هو في بيت. تخيل انت عندك بيت بجنينه جميله انا جيت من بره انت واخد صورتين سيلفي عادي تنبسط ده راجل معجب بالبيت وبالصور ده لا بقى قمت انا داخل ناطط عملت تصرفات عشوائيه اضفت زرع وكسرت بيت الكلب. طب انا كده مش هدافع عن بيتي يعني؟ بالظبط انا في الجفتون مصور نيمو يعني نيمو سمكه ضعيفه المفروض انا دخلت بصور لقيته ايه سمكتين اكيد ذكر وانتهى هي دخلت تحت الشعب ده وهو جاي عمال ينقرني في الكاميرا عارف ليه؟ اوه ده ولا 10 15 واحد قد كده بيه صغير
سبحان الله. انا رجعت عليهم دلوقتي ممكن ارجع اخد اهو عشان اعرف اللي هو ده اللي هتلقى. انت شايفه قريب صح؟ تاخد معانا 3 ساعات اهو. عشان توصل للمكان في الدولفين عشان طيار مثلا توصل البر. البر لا الدولفين بس ده جنب هتجيب. انت ما تبقى كلامك جد والله ما جاي. انت شايف هي رهيبه صح؟ ايوه. 3 ساعات عمر تحل. معلومة حقيقي يعني ما بيتفاعلش مع حد وهو معاه اطفال؟ مش هيتفاعل مع المكتب. ده 1 2 3 4 الاثنين اللي ورا دول هم اكبر 2 تقريبا حاجه. دخل وسط الناس. ايه مورك الجمال. Thank you.